اهلا بيكم معانا حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية بنجاوب على السؤال اللي طرحناه، اللي هو واحد عنده 58 سنه جاله هاي فيفر 3 ايام وهيديك وليفت بين في الفوت ومعاه بيربر ديسكلاريشن، وكان البين اوت اوف بروبورشن اوف تندرنس، وفي الليوكوسايتوز زي ما شفنا ويز باند نيوتروفيلز. هذه الحاله الدياجنوزس بتاعها كان نيكروتايزنج فاشيايتس، وهي حاله في غايه الاهميه لانها مرعبه والكومبليكيشن بتاعتها رهيبه، ولازم انكلود ايه سيرجن ايه في الموضوع. بس الفكره ان هو ما تتعداش، يعني اللي عنده الفيفر والهيديك ولقينا البيربرس ديسكلاريشن ده في البهابش والبين دي اهم كلمه فيها اوت اوف بروبورشن اوف ذا تندرنس، دي كي وورد تساعدني في تشخيص النيكروتايزنج فاشيايتس. طبعا وجود ليكوسايتوزس منطقي، باند نيوتروفيلز، والبلاد جلوكوز بيعلى، لان عامه في الانفكشنز بتعلى بيحصل هايبر ايميون ستيميليشن، وفي انتي بوديز كتير بتمبيد الانسولين اكشن، هذه الانتي بوديز وتعدي تعمل ايه هايبر جلايسيميا. فدي حاله نيكروتايزنج فاشيايتس، لو هقول عليها كلمتين دي بتبقى spread quickly spreading group of microbial infection، بيسبريد quickly في الفاشيال بلينز بتاعت الليج زي ما احنا شايفين كده او اماكن اخرى، leading to extensive soft tissue destruction and systemic infection. حاجه مرعبه، pain out of proportion of يعني اعلى بكتير من درجه التندرنس في الاكزامينيشن. ها دي اكتر حاجه بتساعدني في تشخيصها، في اريثيما، وارم سكين، سوالون سكين، كل ده موجود في حاجات كتيره، بس بين اوت اوف بروبورشن اوف تندرنس هو من اهم الاشياء. بيبقى في لوس اوف سنسيشن لان مبوظه النيرفز، فعشان كده البني ادم هو حاسس بالبين بس مش قادر في اريتيشن للنيرف، لكن النيرف فانكشن مش عارفه تشتغل لما انا اعمل لها اكزامينيشن. فيفر معروفه، وكريبيتس ساعات لانها بتبقى جاز بروديوسنج اورجانيزم، في كريبيتس في الانفكتد سكين، ها وزي ما شفنا البيربلش اي ديسكلاريشن ده شهير ليها، ممكن نلاقي بولي، هنشوف صوره ليها اخرى وفيها رابيد بروجريشن. النيكروتايزنج فاشيايتس مهم ريكوجنايز ايرلي، ومعاه واللاب بتاعها بيبقى غالبا اليفيتد وايت بيسيز والاي اس ار والسيري اكتيف بروتين كانفلاماتوري ريسبونس طبيعي مع وجود الانفكشن. العلاج اهم حاجه ان انا سيرجن يبقى انفولفد، يعني برومبت سيرجيكال ديبريدمنت ليها انسيجن ودرينج، ومع برود سبيكترم انتي بايوتكس دي تتبدأ على طول ما فيهاش هزار، بلس ادجنكتيف هايبرباريك اوكسجين بيساعد لان دي ان ايروبيك اورجانيزم، فالهايبرباريك اوكسجين ممكن يساعد جدا في علاجها. فيبقى انا كدكتور باطني او جنرال براكتس او فاميلي ميديسين، ها الدور بتاعي ان انا اكون سيدا يعني الحقها اول ما اشوف الصفات دي، ما اقعدش اتاخر عليا اللي هنحتاج سيرجن، زائد ان انا ادي برود سبيكترم انتي بايوتكس ومعاه هايبرباريك اوكسجين لحد ما ما الجراح يشوفوا الجراحين يشوفوا حلولهم. يعني صوره اخرى ليها وادي المنظر الرهيب بتاعها، وزي ما قلت لكم pain out of proportion للإكزامينيشن should raise the concern of necrotizing fasciitis. لما الاقي البين اعلى من درجه التندرنس لما اكزامين، معناه العين حاسس بين بس النيرفز دي مضروب متاثره دامج لدرجه ما بوجود الانفكشن ده. انيشيالي الانتي بايوتكس بندي امبيريك انتي بايوتيك ثيرابي لحد ما يبدا السيرجيكال ديبريدمنت، والموضوع ده should be لا هنا في اللحظه برود سبيكتروم، لازم يكفر كل حاجه لانها بولي مايكروبيال، ويفضل ندي في الاول بيتا لاكتام ممكن او بيتا مع بيتا لاكتاميز انهيبيتور، هاي دوز بنسلين، كاربابينيمز واحد منهم يعني، او فلوروكوينولون، يعني دول من الحاجات الكويسه جدا ان كومباينيشن ويز كليندامايس. كليندامايس فيه ميزه جميله جدا، بيخترق داخل النيوتروفيلز وبيوصل بدرجه عاليه جدا في الانفكشنز، فمن احلى الحاجات. هندي برود سبيكترم يعني البيتا لاكتام والهاي دوز بنسلين، كاربابينيم، فلوروكوينولون، ومعاه كليندامايسين، ده من الاول كده عشان نضمن اختراق داخل المنطقه. وفي نفس الوقت انتوا عارفين في احتمالات ان في ميثاثيلين ريزيستنت ستاف، ها الام ار اس اي دي
سيلن ريزيستنس ستاف اوريس، عشان انا طالما مش متاكد لسه الاورجانيزم ايه ممكن تكون دي، فأأمن لي في المرحلة الأولى أضيف كمان فانكومايس. يبقى أنا في البداية كده عقبال ما نشوف جراح وكذا في عندي أسس برود سبيكتر أنتيبيوتيك قوية من المعروفين دول بلاس كليندامايسيد بلاس فانكومايسيد لحد ما يثبت لي إنها مش إيه المارس أو الإيه الميثيثيلين ريزيستنت إيه ستاف. والله في عندي إكس راي لطيفة حبيتها في الرجالكم للحالة دي، ها ادي الاكس راي وشايفين الاير ده لانها جاس بروديوسنج ايه اورجانيزم اهو، ها وده كان انا واخد بالك ال 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 يعني ممكن طبعا في السي تي تبان برضو ايه بيديتكت السبكوتينيوس كوليكشن اوف اير ده، وبقارنها لكم بالنورمال فوت اهو مفيش اير خالص اهو شايفين ازاي، لكن ان هو دي نيكروتايزنج فشل. فاكس راي لطيفه للحالة دي مع الأعراض دي تخليني إيه على طول أتجه لتشخيص هذه الحالة الرهيبة اللي لابد أبدأ. قلنا أنتيبيوتيك هايبربريك أوكسجينز، وشوفنا أنواع الأنتيبيوتيك البرود سبيكترام كليندامايسين فانكومايسين، وأبعت للجراح يدخل يعمل ديبريدمنت وغيره. وأخيرا يعني يبقى أنا كده شخصت الحالة نيكروتايزنج فاشيايتس، وإلى اللقاء مع حالات أخرى. ولكن أحب قبل ما أمشي برضو أذكر عشان الإيه الأسئلة بتتوالى، الناس كل ما هيقدروا يعرفوا معلومات ميدليرن أكتر بيقدروا الفايدة تبقى إيه أكبر. عندنا البي دي إف فايلز كلها بقت متاحة النهاردة في medlearn.us، وادي بعض الصور من داخل إيه البي دي إف فايلز. عندنا الميد أطلس والديفرنشال دياجنوزيس كلينيكال دياجنوزيس وكل التوبكس موجودة، وإي سي جي وغيره، نيورولوجي سايكاتري كله موجود بالإلاستريتد ويز بتاعة التقليدية. تدخلوا عليها اللينك أحطها لكم تحت إيه اللي هي medlearn.us، اللينك تدوسوا عليها تدخلوا على صفحة الإيه البي دي إفس اللي حابة أقتنيها. وزي ما اتفقنا ان سبسكريبشن ده شيء لطيف وجميل، وعندنا الحمد لله نسبة 80% سبسكرايبنج، ولكن مش هيوصل لهم الاجابات ولا الاسئلة دي ولا اي حاجة جديدة من اللي بحطها غير لما يدوسوا ها بعد سبسكرايب يبقى لونه رمادي في جرس هناوت يداس يبقى لونه اسود بالمنظر ده ها وحوالي الشرطتين، ساعتها اعرف ان انا سبسكرايبنج وهيجي لي نوتيفيكيشنز. لكن الاولانيه بس تديني بس حق انك تكتب كومنت، الجرس ده لازم يبقى لونه اسود وكده، في الحاله دي اقدر اي حاجه تنزل جديده والاجابات وكله ايه توصل لك. والى لقاء مع موضوعات اخرى جميله وشيقه في ميدلرن، اهلا بكم معانا، شكرا جزيلا، باي باي.